السلام عليكم بكم الناس الكل في قناتي وزع عشان يكون مع فيديو جديد في تحليل مباراة إيبار باش نحكيو على ماتش ريال مدريد وإيبار اللي صار اليوم في البرنابيو وفاب انتصار ريال مدريد 3-1. الريال هل مطمئن أم لا؟ هل النتيجة اللي تعتبر مطمئنة؟ هل هي معناها صحيح الريال قدم مستوى باهي ولا لا؟ هذا كل باش نحكيو عليه بعد شوية. أول حاجة كان أمر فرشين تعمل تشابوني لشين وزي من الفيديو نتعدي طول التحليل. باهي خويا خلينا نبداو بالتشكيلة متاع كل فريق. الريال مدريد لعب تشكيلة 4-3-3، زيدان وفي تشكيلة 4-3-3 نفس تشكيلة المقابلة السابقة، وتواصل مشكلة زيدان مع بيل. جارث بيل وزيدان ما يفهموش، معناه صعيب ياسر باش تلقى جارث بيل أساسي في تشكيلة زيدان إلا لحاجات قليلة، صعيب ياسر معناه تو رودريجو وجارث بيل، هو فضل رودريجو على جارث بيل. أزال معروف معناه مستوى فني عالي برشا، لكن زيدان فضل اليوم رودريجو أن يكون خير من بيل، ورودريجو اليوم قدم مستويات باهية واستحق مقابلة باهية، عدى مقابلة باهية، رودريجو سهل لك الماتش نتاعو، لكن أنا نشوف إذا كان جارث بيل كان في بلاصة رودريجو كان يعطي مستويات أفضل. باهي خلينا نكملو نشوفو التحليل نتاع الماتش هذايا شنو اللي صار في المقابلة هذايا. باهي بالنسبة لإيبار محكيتش عليها، بدات تشكيل 4-2-3-1. زيدان يلعب على تبادل المراكز، هذيك هي اللعبة المفضلة عند زيدان هي تبادل المراكز، معناها مثلا أزار ياخذ كرة يجبد ليه اللاعبين ثم يسيب كرة للاتيرو اللي هو مارسيلو، ومرات بنزيما يمشي في بلاصة اللاتيرو، ومرات مارسيلو يمشي لوسط الميدان، معناها التبادل نتاع المراكز هذاك هو اللي ينجح في ريال مدريد بصفة كبيرة. ريال مدريد وزيدان هذه قلتها قدش مرة وتعودتها وبرشا مرات على ريال مدريد أسلوب اللعب بتاعه، هذاك هو تغيير المراكز، تغيير المراكز تاع ريال مدريد هو اللي ينجح فيه في برشا مقابلات، من التالي معناها الامتياز الكبير لريال مدريد في اكل المنظومه نتاعو. زيدان بدا يتطور وبدا يتاقلم مع ريال بعد بدايه غير موفقه، الموسم بدايه الموسم هذايا بدايه غير موفقه بدا، ولكن تو بدا يتاقلم تدريجيا مع الفريق ويسعى معناها باش يرجع النسخه نتاع 2017. بالنسبه لازار قدم مستويات باهيه برشا اليوم، ازار بصراحه اليوم بدا يتطور المستوى نتاعو مش كيما بدايه الموسم وقت اللي يعاني من مشاكل كبيره وإصابات. اليوم مستوى مستقر أزار وممتاز وبدا يتطور وبدا يوري في الأزار نتاع تشيلسي اللي كان قبل، أزار نتاع تشيلسي اللي كان لاعب موهوب وممتاز برشا، بدينا نراو في علامات أزار تشيلسي مع اليوم مع الريال. خلينا نحكيو تاع التكتيك، كيما قلت لكم يلعب على تبادل المراكز زيدان، بينما معناها نادي إيبار يعاني ضغط عالي لكن بخطأ كبير، ضغط عالي خاطئ معناها على خاطر الكل طالعين اللاعبين مخليين برشا مساحات في وسط الميدان، توريكم بعد شوية تساوي تو تفهموا الحكاية شنو هي، برشا مساحات في وسط الميدان معناها وأخطاء كبيرة وقع فيها نادي إيبار، هذاك علاش معناها تلقى قداش مرة مودريتش وحده، تلقى قداش مرة كازيميرو يتقدم أكثر، كروس تلقى وحده. رين الهدف الاول من كروس هدف جميل برشا، يذكرنا بهدف ضد السويد معناها المانيا ضد السويد هدف الثاني وقتها في كاس العالم، هو مش نفس الطريقه لكن شبه شويه الهدف الاخر. حكينا توا على نادي ايبار وريال، توا خلينا نشوف شويه لقطات اللي باش تبين لنا المقابله هذي شنو صار فيها وتسهل لنا اكثر الفهم تاع المقابله. نشوف اللقطه هذيا، هي الاعتماد على تبادل المراكز، هي بيدن بنزيما شوف وين المقام تاعو، وشوف ازار وين، شوف ازار كيفاش تمكن باش يجبد اللاعبين نتاع نادي ايبار ويخلي المساحة شاغرة امام اللاعب بنزيما، هذيك معناها القوة نتاع نادي ريال مدريد وزيدان اللي فكر التكتيك نتاعو نجح في هذه المقابلة بصفة كبيرة. هذيك اللقطة الأولى، تو نشوفو اللقطة الثانية اللي هي تبين مشاكل في وسط ايبار، شوفوا معناها وسط ميدان ايبار كيفاش فارغ واللاعبين الكل طالعين قدام، معناها كي تعمل ضغط عالي ضد الريال لازم تعرف كيفاش تعمل ضغط عالي، كيما السيتي عمل ضغط عالي ضد الريال عرف كيفاش تعمل ضغط عالي، أما فريق إيبار اليوم ضغط عالي خطأ مخلي اللاعب وسط ميدان فارغ نتاعو، ما فهمتش علاش الأندية بعد الحجر الصحي تو كله بعد انتهاء الكورونا معناها عاود الدوريات بدات تحب تلعب على الضغط العالي واللي هي ماهيش في المستوى نتاعها، معناها كيما يوكا البارح كيما إيبار برشا فرق صغيرة ولا تحب تلعب على الضغط العالي اللي هو ما يناسبش الستيل نتاعها، خاصة معناها ضد الريال ضد البارسا معناها مش برشا يناسبك الستيل هذاك، معناها ما عادش تشوفو كاليكيبات تشد ديفونس برشا وتوحد في الديفونس ما عادش تخرج من الديفونس ما تنجمش تمركي هذيك ما عادش تشوفوها برشا، ولكن تو نشوفو في كيبات طالعة الفوق تحب تعمل ضغط عالي هاكا الضغط العالي تسبب 3 أهداف خلال الشوط الأول. نشوف اللقطة الأخيرة اللي هي تبين شوية اختلال في دفاع ريال مدريد، ريال مدريد ماهوش كالفريق
الممتاز برشا في الدفاع، صحيح الهجوم بتاعه باهي، عدى شوط اول كامل ممتاز جدا، لكن الشوط الثاني بدا فما شويه مشاكل دفاعيه، وفي الشوط الاول زاد فما شويه مشاكل دفاعيه. نشوف اللقطه هذيا كيفاش فما شويه مساحات على الكلوار اليسار، فما شويه مساحات في وسط الميدان خليهم ريال مدريد، معناه مش كل شيء مغطي في الميدان، كان نجم معناه انديه كبيره، معناه كان تلعب مع بي اس جي، كان تلعب مع نادي كبير، كان ينجم يرجعك في النتيجه ويفوز عليك معناها بسهوله. معناها اذا كانش معناها ريال تفشل امام الكبار، سيتي مثلا ابرز مثال اللي هي نزلت ضد 2-1، معناها فما شويه مشاكل. لازم زيدان يعمل على السلاح نتاعها قبل المواعيد الكبرى، قبل دوري الابطال. اليوم علينا كروس وكازيميرو كلاعبي ارتكاز، وكروس ده كان يقوم بادوار هجوميه، لكن واضح في المقابله انه كروس وكازيميرو كانوا زوز قرب بعضهم، وكان مودريتش قدامهم كصانع العاب، لكن مرات كروس ولا يمشي قدام بحذا مودريتش، معناه مرات تشوفوا زوز صانع العاب، مرات تشوفوا كروس وكازيميرو راجعين تالي، ولكن مودريتش كان يساهم في الضغط العالي اللي يعملوه لاعبين الهجوم على لاعبي ايبار. ايبار اليوم ما عملش اي فرص، لكن ومنها معناها كالكره اللي تسددها كوتوا، لكن بالرغم من هذا يبقى المستوى نتاعو ضعيف لمواجهه نادي ريال مدريد القوي. اليوم عطى وجه به، غير الشوط الثاني ما كانش باهي برشا للريال، خفض شويه في الريتم ولا يرجع برشا للدفاع، لكن اغلق كل شيء في الدفاع، معناها التغطيه الدفاعيه ممتازه كانت في الشوط الثاني، لانه معناها مش لاهي بالهجوم وقتها باش تقول انت فما اختلال. في الشوط الاول صحيح فما اختلال، خاطر وقتها في نفس الوقت لاهي بالهجوم، ماهوش معناها معدل كومبليتمون على الدفاع، لكن وقت اللي عدل كومبليتمون على الدفاع يقول لك المقابله دي باش نمشي ندافع فيها، معناها نادي ريال مدريد يغلق كل شيء. اكيد في نهايه الحلقه دي تشابوني للشين وزين الفيديو تصبح على خير الناس الكل، نتلاقاو في مواعيد رياضيه اخرى.